السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة منوعات عبد. فيديو النهاردة وشرح النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن كيفية السحب والإيداع من فودافون كاش بأسهل طريقة ممكنة. كل اللي عليك إن لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة يا جماعة زي ما انتوا شايفين، تمام، هنا دي عمليات السحب اللي أنا عملتها. هنا 2500 وهنا 2500 وهنا 2500 وهنا 2500. يعني يا جماعة 10,000 انا سحبتهم على 4 مرات علشان خاطر اصور لكم الفيديوهات دي. وطبعا كانت الدنيا زحمة جدا، يعني كل ما اوصل للصرافة بيكون الصلاحية بتاعت الاستخدام للرقم السري انتهت، فبتعمل رقم سري تاني وعملية سحب جديدة. فانا هقول لكم تحلوا المشكلة دي ازاي. اول حاجة يا جماعة هتروح على علامة الاتصال دي، بس تعمل العملية دي قدام الماكينة بتاعت الصراف الآلي. يعني مثلا هنا هتدوس على علامة الاتصال، وبعدين هتدوس على نجمة 9 شباك، وهتدوس على كلمة اتصال هنا، وهنا تختار الشريحة اللي عليها المحفظة. على فكرة الشرح شامل لجميع الشبكات، فودافون اتصالات اورنج وي. وبعدين هندوس على 0 المزيد، بس احنا نعمل الشرح النهاردة على فودافون. وبعدين هتختار السحب من الاي تي ام اللي هي رقم 5 كده، وبعدين هتدوس على ارسال. طبعا الفلوس اللي انا سحبتها كلها متبقى مبلغ بسيط، يعني تقريبا 50 جنيه. فانا هعمل لكم مثلا الطريقة عليه، وهنكمل في فيديوهات تانية للسحب والايداع. تمام، اول حاجة يا جماعة هنختار مثلا، اهم حاجة العدد ما يكونش فيه كسور. كسور ازاي؟ يعني 45 35، تمام الكلام ده، هي بتكون ارقام صحيحة 50 او 100 او حتى 1000 10,000، ما فيش مشكلة. تمام، بعد كده هندوس على كلمة إرسال. هنا هيطلب مني الرقم السري، فأنا هكتب الرقم السري وارجع لكم تاني. هتستنى لمدة دقيقة واحدة هتجيلك رسالة من فودافون كاش مكتوب فيها الرقم السري لماكينة الاي تي ام. هذا معاه هنا، تمام، هو الرقم ده. هو على فكرة يا جماعة الرقم صالح لمدة نص ساعة بس، يعني هنا احنا طلبنا الكود الساعة 9:24 صباحا، فهنا مكتوب لحد 9:53. طيب لو عملت مثلا الخطوات دي الساعة 9:54 هيجيب لك فشل صلاحية الكود. تمام، اول حاجه هنا يا جماعه نختار بدون بطاقه، المفروض ان احنا نعمل المحافظات الالكترونيه، بعد كده نختار عربي، تمام. بعد كده هنختار سحب نقدي. دي كانت الخطوه الاولى، تمام. على الموبايل هنروح بعد وهنا كده منك رقم الموبايل، اكتب رقم الموبايل بتاعنا اللي هي المحفظه، الايداع، تمام، وكيفيه السحب. بعد كده ندوس استمرار. بعد كده يا جماعه هيطلب منك الرقم السري المؤقت، وطبعا الرقم السري المؤقت اللي احنا شرحناه اللي هو مده صلاحيته نص ساعه، تمام. هنكتب الرقم هنا وبعدين هندوس استمرار. هنا بيقول لك ادخل المبلغ اللي انت عايز تسحبه، فاحنا هنكتب مثلا المبلغ ولو ليكن، وبعدين هندوس المبلغ صحيح، وبعدين هندوس على كلمه نعم. هتستنى بعد كده المكنه هتعد لك الفلوس، تمام. وبعد كده هتطلع لك الفلوس من الفتحة دي، تمام. دي كانت خطوة السحب. طيب بالنسبة لخطوة الإيداع هنختار برضو اضغط هنا للخدمات بدون بطاقة، تمام،
وبعدين هندوس على المحافظ الإلكترونية، بعد كده نختار كلمة عربي، وبعد كده هندوس على إيداع نقدي. تمام يا جماعة، اهي إيداع نقدي اللي هي الأولي، بس تأكدوا إن المكنة يكون فيها إيداع وسحب، يعني ليها فتحتين، فتحة الفلوس تسحب منها وفتحة تودع منها. تمام، هنا بيطلب منك رقم الهاتف المحمول، هنكتب الرقم اللي عليه المحفظة. تمام يا جماعة، وبعد كده هندوس على استمرار. هنا بيطلب منك الرقم السري اللي هو بتاع محفظة فودافون كاش، بتاع محفظة فودافون كاش مش الرقم المؤقت. تمام، ده الفرق بين الإيداع والسحب. هنكتب رقم المحفظة هنا، وبعدين هندوس على إدخال. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين هنا الفتحة بتاعت الإيداع فتحت معانا. تمام، هي بتشيل 30 ورقة، يعني مثلا 50، 100 أو 200، ما بتقبلش معاك 5 جنيه وعشرة جنيه ولا 20 جنيه. تمام، هتدخل الفلوس من الناحية دي، بتجيب لك هنا تجهيز النقدية. عفوا، يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. اقول لك استلم النقدية، في فلوس رجعها لنا، لو فلوس فيها عيب مثلا مقطوعة او متشخبط عليهم فهو هيرجعها لنا طبيعي. هنا بيقول لك المبلغ 24 ورقة، قطين ب2400 جنيه، هل المبلغ صحيح؟ هندوس المبلغ صحيح. ودي يا جماعة كانت خدمة الإيداع في فودافون كاش من ماكينات الـ ATM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.